المعقد الثاني إخلاص النية فيه. إن إخلاص الأعمال أساس قبولها وسلم وصولها، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، وما سبق من سبق، ولا وصل من وصل من السلف الصالحين إلا بالإخلاص لله رب العالمين. قال أبو بكر المروذي. المروذي هم اثنان، المروزي والمروذي. المروذي بتشديد الراء وضمها. نعم. قال أبو بكر المروذي: سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله، يعني أحمد بن حنبل، وذكر له الصدق والإخلاص، فقال أبو عبد الله: بهذا ارتفع القوم. وإنما ينال المرء العلم على قدر إخلاصه، والإخلاص في العلم يقوم على أربعة أصول، بها تتحقق نية العلم للمتعلم إذا قصدها. الأول: رفع الجهل عن نفسه بتعويفها ما عليها من العبوديات وإيقافها على مقاصد الأمر والنهي. نعم، يريد رفع الجهل عن نفسه، هذا أهم أمر، أن يرفع الإنسان الجهل عن نفسه. فإذا طلبت العلم فليكن مقصدك هو أن ترفع الجهل عن نفسك، ألا ترضى بأن تكون كعامة الناس، وإنما تريد أن ترتفع بنفسك وأن تكرمها بأن ترفع الجهل عنها. ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقول المؤلف رحمه الله تعالى حفظ الله تعالى: رفع الجهل عن نفسه بتعريفها ما عليها من العبوديات، يقصد العبادات، والعبادات أفصح، والعبوديات يعني ليست يعني فصيحة 100%، ولذلك يقال العبادات أفضل من العبوديات. لكن المهم أن المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى يريد العبادات، أن يعرف نفسه العبادات، أن تتعلم ما يجب عليها وما يحرم عليها. نعم. الثاني: رفع الجهل عن الخلق بتعليمهم وإرشادهم لما فيه صلاح دنياهم وآخرتهم. الثالث: إحياء العلم وحفظه من الضياع. الرابع: العمل بالعلم. نعم، هي أربعة أمور إذن ذكرها المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى، وهي أن الإنسان يقصد بطلب العلم أن يرفع الجهل عن نفسه، هذا أهم شيء، أن يرفع الجهل عن نفسه، ثم بعد ذلك أن يعمل بهذا العلم، أن يمارسه، يعمل بهذا العلم الذي علمه لأنه صار حجة عليه. الأمر الثالث: أن يرفع الجهل عن غيره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يرفع الجهل عن أن يعلم هذا العلم، تعلمت العلم ابذله الآن، أن يعلم هذا العلم. الأمر الرابع: أن يكون هو من أوعية العلم، من حافظة العلم، من الضياع في هذه الدنيا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من قلوب العلماء ولكن بموت العلماء. فلتكن أنت وعاء للعلم يأخذه الناس منك ويستفيدونه. نعم. ولقد كان السلف رحمهم الله تعالى يخافون فوات الإخلاص في طلبهم العلم فيتورعون عن ادعائه، لأنهم لم يحققوه في قلوبهم. سئل الإمام أحمد: هل طلبت العلم لله؟ فقال: لله عزيز، ولكنه شيء حبب إلي فطلبته. نعم. وكان بعضهم يقول: طلبناه لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. فلا يتهمن أحد نفسه بأنه إنما يحضر الدروس ويطلب العلم حتى يشار إليه بالبنان، وأنه ضعيف الإخلاص، وأنه نيته لم يحققها تماما فيبتعد عن مجالس العلم، هذا من الشيطان. بل صحح النية واطلب من الله تبارك وتعالى أن يوفقك إلى ذلك، واحضر دروس العلم. نعم.
ومن ضيع الإخلاص فاته علم كثير وخير وفير. وينبغي لقاصد السلامة أن يتفقد هذا الأصل وهو الإخلاص في أمومه كلها، دقيقها وجليلها، سرها وعلنها. ويحمل على هذا التفقد شدة معالجة النية. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. بل قال سليمان الهاشمي: ربما أحدث بحديث واحد ولي نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات. يقصد الحديث في المجلس الذي يجلسه، يحتاج الإنسان دائما أن يراجع موضوع نيته، ولكن هذا لم يمنعه من الاستمرار، لأن بعض الناس يرى أن هذا سبب للامتناع، فيقول بس أنا غير مخلص ونيتي تفسد علي، إذن سأترك الطلب. ليس هكذا كان السلف رحمهم الله تبارك وتعالى. نعم.